وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. وهذا ما سعدنا به اليوم، لقاء فخامة الرئيس جوكو ويدودو لتقديم التهاني بهذه المناسبة العزيزة على الأمة الإسلامية، متمنين لإندونيسيا كل الخير كل الازدهار. اليوم كانت فرصة لرسالة فخامة الرئيس جوكو ويدودو الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي هي مبدئية لن تتغير كما سمعناها، في حق نضال الشعب الفلسطيني نحو التحرر، نحو الاستقلال، نحو الحرية، والقدس عاصمة لهذه الدولة الفلسطينية. القيادة الإندونيسية تتابع عن كثب التطورات على الأرض الفلسطينية، وهي في نفس الوقت ترفض أي إجراءات ضد الشعب الفلسطيني تمس سيادته، تمس حقوقه المشروعة والوطنية. هذه كانت رسالة فخامة الرئيس لنا هذا اليوم، ونحن بدورنا نقلنا له الظروف والتطورات التي يعيشها الشعب الفلسطيني الآن، ونقلنا تحيات وتقدير القيادة الفلسطينية لفخامة الرئيس وللشعب الإندونيسي على مواقفه الثابتة والداعمة، والتي لمسناها والتي لن تتغير. هذه مبادئ ثابتة مبدئية موجودة في مجتمع وعقول المجتمع الإندونيسي قاطبة. كل الاحترام، كل التقدير لفخامة الرئيس والقيادة الإندونيسية وللدبلوماسية الإندونيسية التي تبذل جهودا رائعة في نصرة القضية الفلسطينية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله. Saya Hilary Abella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.